من محافظة ديالى أعلن وزير الموارد المائية بأن المفاوضات مستمرة مع دول الجوار حول ملف المياه، لكن الجانب الإيراني لم يبدي استعداده لتقاسم المياه كما فعلت تركيا، وما زالت الإيرادات صفر من الأنهر القادمة من الشرق، وهنالك وعود لاجتماعات لكنها تأجلت بسبب الانتخابات الإيرانية. مفاوضاتنا إن شاء الله سوف تستمر أيضا مع دول الجوار، لكن للأسف لحد الآن الجانب الإيراني لم يبدي أي تعاون في موضوع تقاسم الضرر كما فعلت تركيا. ما زالت الإيرادات صفر لحد الآن، هناك وعود لعقد اجتماعات وتأجلت بسبب الانتخابات الإيرانية حسب ما تم إعلامنا من السفارة. نأمل أن لا نصل إلى طريق مسدود مع جار إيران. احتفاظهم بجزء من المياه نتيجة للشحة وعدم إطلاقها طبعا هذه بها مخالفة كثيرة للمعايير الدولية. بما أكد فلاحون بأن ما يقارب أكثر من 5000 دونم قرب نهر ديالى بواقع 5 ملايين شجرة مهددة بالجفاف، مطالبين الحكومة بإجراء مفاوضات مع إيران، وإلا سيكون تجريف البساتين وتحويلها لدور سكنية هو الحل. احنا هنا عندنا هاي المنطقه مالتنا خان الوالوة ما يقارب 500 دونم، ال 500 دونم كلها مهدده للجفاف بسبب قله المياه. هاي المنطقه يعني بيها اكو فوق ال 5 ملايين شجره، 3/4 راح تموت وماكو مياه. دياله ما بيها قريبه علينا دياله وما بيها مي يابسه، واذا تريد يعني عد بيها مي في المي مالح كل ما المبازل عليها. فهاي بعد ما يصير المفروض الدوله تتجه الى مفاوضات مع ايران لاطلاق مناسيب المياه الحصه مال العراق. على هذا الحال امسى نهر ديالى بعد انخفاض مناسيبه لمستويات خطيره، الامر الذي يهدد الاف الدونمات من البساتين بالزوال. من وسط نهر ديالى، حسن الشمل، التغيير الفضائي.